السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أيمن مختار من جي اف اكس أكاديمي. إن شاء الله هنحاول النهاردة مع بعض نتعرف على الباترن داخل الإليستريتور، وإزاي نقدر نستفيد بيه، وإزاي نعمل باترن خاص بينا، بل بالعكس نقدر نعدل على باترن موجود قبل كده. كل ده إن شاء الله هنتعرف عليه من خلال درسنا النهاردة. درسنا إيه هو الباترن ومعناه ايه؟ هنلاقي معناه التكرار النمطي. بمعنى اصح، انا لو عندي ريكتانجل او عندي اليبس او عندي لاين معين وعايز اكرره على شكل انا رسمته او خلفية انا عايزها، بكون عامل اعدادات خاصة بالباترن ده اقدر اطبقها بمنتهى السهولة. تعالوا نتعرف مع بعض احسن على الباترن. هنروح على فايل نيو. اوكي، هنفترض عندي هنا ريكتانجل هقوم برسمه. اللون او الفيل بتاعه نغير لونه عشان يظهر بشكل افضل. طيب، هنيجي مثلا انا عايز املى الريكتانجل اللي انا رسمته ده بباترن. الباترن زي ما قلنا، انا ممكن وليكن بدل ما اقعد اعمل ده كده، بالشكل ده اقعد اطبقه مرتين ورا بعض وكده وبالشكل اللي احنا عارفينه. لا، طب ما انا اقدر اخلي ده ذات نفسه، الشكل ده كله عبارة عن باترن موجود عندي، اقدر اطبقه بشكل سريع بدل ما اقوم بنفس الخطوات اللي قمت بيها قبل كده. ده طبعا هيسهل علينا وقت ومجهود كبير جدا ان شاء الله. هنعمل كنترول زد. هفترض انا عايز املى الريكتانجل ده بباترن انا كان معمول قبل كده. الاول هنروح على هنجيب سويتشز. المفروض ان انا لما اجي اطبق هنا ده بعمل فيل من خلال الالوان اللي موجودة عندي. طيب، لقيت هنا مثلا باترن موجود هطبقه مفيش اي مشكلة. طيب، لو افترضنا مثلا ان انا كبرت ريكتانجل، هلاقيه هو بيعمل لي تكرار بشكل تلقائي من غير اي تدخل مني، لان انا مسيف له او حفظت شكل معين اللي هو وليكن الشكل اللي قدامي ده، حفظته بحيث ان هو يكرره على المساحة اللي موجودة عندي من غير اي تدخل مني. طيب، هنفترض ان الباترن ده مش موجود بالشكل ده، مش موجود. طيب، ومش لاقي عندي غير الالوان. طيب، اقدر اضيف باترن جديدة ازاي؟ هروح على اللايبراري، هدور في القائم، هلاقي في حاجة اسمها باترنز بيزك جرافيك. مجرد ان انا اروح على القائمة دي هلاقي اشكال كتير قوي من الباترن اللي موجودة عندي، اقدر اضيفها بمجرد ان انا مثلا اضغط عليها هلاقيه بيتطبق عندي على الريكتانجل وفي نفس الوقت بيتضاف في السويتشز. تعالوا نكبر بس الشكل، هنلاقيه بيتطبق قدامي هنا بدون اي مجهود وبدون اي تعب. طيب، هنفترض ان انا دلوقتي صغرت، وطبعا ملأ الشكل اللي انا محدده مسبقا على الريكتانجل الموجود عندي. طيب، هفترض ان انا هعمل اليبس دايرة، هلاقي طبق نفس الوضع. طيب، لو عايز اغير الباترن ده بمنتهى السهولة، مجرد ان انا اضغط عليه اكون محدد الشيب اللي انا عايز اطبق عليه الباترن، وبمنتهى السهولة هقدر اشتغل من غير ما اقعد اكرر نفس العمليات كل اما اجي اشتغل على التصميم بتاعي. طيب، احنا عرفنا ازاي نضيف باترن داخل السويتشز بتاعي. طيب، لو افترضت مثلا ان انا عندي باترن خارجية، هقدر اضيفها ازاي؟ هروح برضو على اللايبراري، بس المرة دي هروح على اذر لايبراري. طبعا ممكن هتدي له المسار بتاعه، لكن هنشتغل على الديفولت بتاع البرنامج اللي موجود معاه.
هنروح على باترن سويتشز باترن، هنلاقي فيه كل ده الانواع بتاع الباترن اللي موجودة عندي واللي تم اضافتها بالشكل ده. وليكن هعمل ده، هلاقي ظهر لي الاشكال اللي قدامي دي واقدر اطبق. طيب كده عرفنا ازاي نضيف باترن من بره البرنامج. طيب ازاي بقى نعمل الباترن ده؟ بمنتهى البساطة، الأول هنحذف الكلام ده، وليكن هنروح على ريكتانجل ونرسم ريكتانجل صغير. طبعا الأول هنشيل الفل بقى، هنشيل الباترن وهنعبيه بلون عادي جدا مفيش أي مشكلة. تمام، أصغره شوية. طيب هروح على افكت، اديله افكت اكسترود. الاول هنعمل بريفيو عشان نقدر نحدد احنا بنشتغل ازاي. عندي هنا على حسب الشكل اللي انا محتاج اعمله. اوكي تمام. قبل ما اروح على او عشان اطبق الشكل ده واخليه باترن، لازم نعمل حاجة اسمها expand appearance. expand appearance ان هو بيخلي لي كل شيب من كل جزء من الشكل اللي قدامي منفصل لوحده عشان اقدر اطبق عليه التأثير بتاعي. طيب هعلم على الشكل اللي انا عملته واروح على objects better ميك باترن. مجرد ان انا بضغط على ميك باترن بلاقي ظهر لي النافذه اللي قدامي دي والباترن اوبشن، وكل الخصائص اللي قدامي دي هقدر اتحكم فيها من خلال الشكل اللي انا عايز اعمله. نيو باترن هنخليه مثلا جي اف اكس. مثلا كده خلينا اسم الباترن الجديد اللي هيتعمل بجي اف اكس. طيب الشكل بتاعه انا عايز اعمله، هو موجود عندي بشكل جريد او بشكل شبكي. طيب عندي كذا حاجة، كذا اختيار ممكن اقدر اختار ما بينهم. تمام، طبعا ده من خلاله اقدر اعمل اللي هي خلية النحل او اي شكل انا محتاجه هقدر اعمله بدون ادنى مشكلة ان شاء الله. طيب الاول عايزين طبعا ده الويتس بتاع التباعد ما بين كل شيب والتانية، وده الارتفاع ما بينهم، خليه 25 مثلا. تمام، لو لاحظت كل ما بغير في الرقم ده بيديني شكل مختلف على حسب اللي انا محتاجه. طيب هنفترض ان انا ممكن اعمل المسألة دي بشكل يدوي، هضغط على باترن تايل تولز. باترن تايل تولز هيخليني اقدر استخدم الشكل باحسن طرق ممكن تكون موجودة عندي عشان اعرف احصل على شكل انا محتاجه في شغلي على حسب طبيعة الشغل اللي انا محتاجه. الاهم ان انت تقدر تستفيد بكل حاجة موجودة داخل الباترن اوبشن عشان تطلع بالنتيجة المرضية بالنسبة لك. طيب هنروح على الاوفرلاب. الاوفرلاب لو لاحظنا عشان نقدر بس نحدد ايه هو الاوفرلاب، هنقرب لبعض شوية. لو لاحظنا هنا من خلال الاوفرلاب بقدر اتحكم في ايه اللي يطلع قدام وايه اللي يطلع ورا من خلال الجوانب الخاصة بالشكل اللي معايا. يعني مثلا هو ده الرايت بتاع الشكل بتاعنا وده الليفت الخاص بالشكل بتاعنا. لو جينا نعمل رايت خليناه هو اللي في المقدمة هنلاقي الشكل اختلف تماما، وفي نفس الوقت برضو لو عملنا بوتم
وتوب بالشكل اللي معانا ده. طيب هنفترض ان انا مثلا عايز اعمل عدد النسخ اللي قدامي عايز اعمله بشكل كبير. طيب عندي ممكن اعمل زي ما انا محتاج. لو لاحظنا هنا عدد الكوبي او النسخ اللي موجودة هنا واحد في واحد، اللي هو صف واحد في عمود واحد. ثلاثة ثلاث أعمدة، ثلاث صفوف، آسف، ثلاث صفوف في ثلاث أعمدة. تمام. ده طبعا بيختلف على حسب عدد الأعمدة اللي أنت محتاج تعملها. في عندك هنا لغاية 9 صفوف وتسع أعمدة. طيب هنيجي الديم كوبي 2. الديم كوبي 2 هو زي الأوباستي كده بس خاص بالشكل الباترن ذات نفسه. هل هيبقى الباترن او كل ما اعلي قيمة الاوباستي هلاقي درجة الشفافية بتاعه قلت بالشكل اللي قدامي. في حاجة كمان عايزين نقول عليها، عفوا، هنفترض مثلا انا عملت كده، مسكت كل شكل لوحده، ممكن احصل على اشكال كتير بحاجات بسيطة جدا واقدر استفيد بيها في تصاميمي. الفكرة في انك تشوف ايه انسب حاجة بالنسبة لك وتقدر تستخدمها وبالاشكال اللي موجودة عندك على حسب احتياجاتك. يعني كل ده بيبقى على حسب احتياجاتك. مجرد ان انا بريكس اوفيس اللي هو بيخلي لي الاشكال مش هقدر اقولها اقول عليها، يعني مش منتظمة، مش بشكل منتظم. تمام. ده بالنسبة للباترن اوبشن. مجرد ان انا انتهي بظبط الاعدادات، انا الاول هخليه جريد وهعمل تراجع عشان نعمل الشكل التاني اللي احنا كنا عايزينه. ايوه تمام. مجرد ان انا خلصت الشكل اللي قدامي ده عايز اضيفه للباترن اللي موجود عندي عشان اقدر استخدمه بعد كده واطبقه على اي شكل انا هقوم برسمه. لو لاحظتوا هنا في حاجة اسمها سيف اكوبي، اللي هو بيقول لك هتسيف الشكل ده نسخة جديدة من الباترن. على فرض مثلا ان انت كنت جايب باترن من اللي موجودين اساسا وعدلت عليه، بدل ما تسيف على نفس الباترن، لا ممكن تاخد نسخة مع الاحتفاظ بالباترن الاصلي. دن، مجرد ان انت تعمل دن كده يبقى انت خلصت شغل الباترن وهتلاقيه اتضاف فعليا للسويتشز. تمام. لو عملت كانسل هتلغي العملية اللي انت قمت بيها. هنعمل دن وهنلاقيها اتطبقت بشكل كبير. ولو رحنا على الباترن اللي احنا عملناه جديد هنلاقيه موجود باسم جي اف اكس اكاديمي. هروح مثلا اشيل الشكل اللي انا عملته بقى، انا مش محتاج له يعني. هجيب ريكتانجل اطبق عليه الشكل بقى بمنتهى البساطة موجود عندي وبيضيف على حسب بقى انا المساحة اللي عندي انا محتاجها ايه. تمام. بدون اي مشكلة وبدون اي تعب بالنسبة لنا. بجد الخصائص بتاع الباترن داخل الاليستريتور شيء مميز جدا جدا جدا، وبجد لازم نستفيد منه على قد ما نقدر في شغلنا. وان شاء الله يكون في دروس جاية ازاي نقدر نستخدم الباترن بشكل كبير في شغلنا ان شاء الله. طيب ما تيجوا نعمل شكل تاني وباترن جديد داخل الاليستريتور. هنشيل ده، هنروح على ريكتانجل ونرسم ريكتانجل بالشكل ده. تمام. وهنعمل دوران بسيط. هنروح على أداة روتيشن ونضغط في النص مع Alt ونعمل الزاوية كتير. ماشي اوكي. نضغط على كنترول دي
بعد ما طبقنا الشكل اللي قدامنا نعمل الاوباستي بتاعه مثلا وليكن 30 عشان يظهر معانا بالشكل ده مثلا. تمام، هنروح على نعمل له جروب، نقوم جايبين اليبس مثلا. كل دي يعني اشكال انت ممكن تستخدمها زي ما انت عايز وعلى حسب رغبتك، انت عايز تطلع الشكل ايه في النهاية. هنضغط على كنترول سي وكنترول بي، لما اجي اعمل اغير لونها الاقيها بالشكل اللي قدامي ده، واقدر اشتغل عليها بدون اي مشكلة. طيب هفترض ان انا عايز اخليها قدامها، اعمل ايه؟ هضغط على الدايرة كنترول سي وبعد كده كنترول اف واصغر الدايرة، ما اغير لونها وهلاقي الوضع ده قدامي. طيب هنفترض ان انا عايز اصغر ده شوية. تمام، ممكن العب بقى في الاستروك الخاص بكل دايره على حده. انا يعني ممكن اعمل له اي حاجه، يعني اخليه الشكل بتاعه وليكن بالشكل ده مثلا، واخلي لونه ابيض بحيث ان انا اقدر اشوف اشكال وتطبيقات للباترن اللي انا في النهايه عايز اعمله يكون بالشكل ده مثلا. هاخد اعمل له كله جروب، دخله في جروب واروح على اوبجكت باتر ميك باتر، بلاقي تلقائي هو خلالي او كرر لي الشكل اللي انا عملته ورسمته زي ما احنا عارفين بالشكل جريد او بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام، طبعا ممكن بتكبر او بتصغر اللي انت محتاجه، يعني مفيش مشكلة. كله انا لحظة، انا دلوقتي لو عايز اكبر تمام، الاول احنا عارفين انها كوبي. طيب ماشي، ممكن اصغر الشكل بالمنظر اللي قدامنا ده. تمام، وبكده عشان نخلي فيه تناسق او خليهم قريبين من بعض هنلعب في الويدث والهايت، وليكن هنخليها 20 مثلا. وبرضو الارتفاع ما بينهم 20 مثلا. تمام، اصبح عندنا الشكل اللي قدامي ده. ممكن وانا شغال في ال او هنعلي الويدث شوية عشان برضو نحافظ على التناسق ما بينهم. تمام، يبقى 28 و 28. طيب زي الفل. طيب وانا في الوضع ده ممكن اضيف حاجة تانية على الشكل اللي انا عايزه؟ اه طبعا، بكل بساطة وليكن مثلا يعني ممكن نكتب جي اف اكس اكاديمي مثلا يعني. طبعا بغير الخط بتاعه زي ما انا محتاج، مفيش اي مشكلة خالص. تمام، مثلا وبصغره وبحاول اوسطنه في الشكل اللي انا عايزه. تمام، ايوه نغير الخط شوية ممكن. مثلا نغير لونه، وليكن هنخليه باللون ده مثلا. تمام، لو لاحظنا مجرد ان انا كتبت الـ 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 اي حاجة او ضفتها هلاقيها بتضاف بشكل تلقائي في باقي الباترن اللي انا عملته. وليكن برضو هضيف لاين جديد، هغير اعلي قيمة الاستروك. تمام، بس هغير لونه عشان يبان معايا، اخليه واحد
تمام. ممكن اي شكل بقى انا محتاجه، مفيش اي مشكلة خالص. حاول تستفيد بكل حاجة موجودة قدامك، يعني مفيش قاعدة معينة ان انا عشان اطلع التصميم لازم اعمل كذا وكذا وكذا. احنا بنشوف طريقة الشغل تبقى ازاي. وليكن مثلا تمام نصغره. اوكي تمام. طيب نكبر كده. مثلا هنفترض لقينا اي حاجة بنضيفها في ال... في ال... لو لاحظت هنا، لو جيت انا اعمل اشيل الشيك بوكس اللي موجود على شو ساويتش باوند، اللي هي الخط الفاصل ده، اي حاجة بعملها هنا بتظهر تلقائي في باقي الباترن. وليكن هيعمل ستار مثلا. تمام. لو رحت بقت موجودة في كل الايه البتر. لو افترضنا ان انا نقلتها بره الاطار الخاص بالبتر، ظهرت ما ظهرتش. ليه؟ لان انا لما طبقت اي حاجة بطبقها واي حاجة بيحصل لها تكرار هي داخل الاطار ده زي ما انا محتاج بقى، مفيش اي مشكلة خالص. تعامل مع الموضوع كأنك بتلعب. يعني لو حبينا نقولها باختصار يعني. تمام. نعمل واحدة هنا. اوكي. طيب واحدة هنا واحدة فوق. تمام كده احنا عملنا الباترن بتاعنا بكل بساطة. اسميه جي اف اكس ستار مثلا. هعمل دن. تمام. في حاجة دن. اوكي تمام. دلوقتي لو جيت عملت حطيت لو عملت ريكتانجل مثلا وطبقت اللي انا عملته الباترن اللي انا عملته عليه، هنلاقيه بكل بساطة موجود معايا. تمام. ممكن من خلال الباترن نعمل كل حاجة احنا محتاجينها وبأسهل الطرق وبأسهل الأساليب اللي ممكن نستخدمها ان شاء الله. أفترض ان انا عندي باترن معين عايز اعمل له ايديت او احرره بحيث ان انا اظبط الشكل على حسب النتيجة اللي انا عايز اطلع بيها من الباترن. بكل بساطة هقف على الباترن اللي انا عايز احرره واروح على اوبجكت باترن ايديت باترن. هيجيب لي نفس المسألة بتاع الباترن اوبشن ونفس الاعدادات. اظبط اللي انا محتاجه مفيش اي مشكلة، واظبط الاعدادات بتاعته زي ما انا محتاج. تمام. وليكن هضيف اليبس هنا. قلنا اي حاجة هتضاف في داخل الاطار اللي قدامي ده فهو موجود ايه معانا في البتر. اللي خارج الاطار يبقى مش موجود معانا. تمام. ماشي. نيجي نضيف مثلا وليكن ستار هنا. ستار هنا. تمام. مثلا على حسب انا محتاج ايه، وهقوم جايب معين مثلا وليكن. تمام.
هرسم معين كده. تمام، هنظبط بس الايه الاعدادات بتاعه. تمام، مثلا اوكي ايوه كده، هفترض ان انا بظبط العملية بالشكل ده، وهخلي الباترن ورا. تمام، وهديله لون مثلا وليكن مثلا اي لون بقى قدامي، مفيش مشكلة خالص. تمام، هلاحظ بس هنا الايه، في هنا نخليه صفر عشان ما يبقاش فيه مسافات خالص. تمام، مجرد ان انا بعدل عليه بالمنظر اللي قدامي ده، هشيل الستار وهشيل دي كمان، نعملها هنا مثلا كده، دخلها جوه شوية. تمام، المفروض ان انا اعمل سيف ا كوبي اديت مثلا، هلاقيه ظهر لي الكوبي بتاعي فكده دن. لو عملت دن خلي بالك هيطبقها لك على الايه الباترن اللي انت بتعدل عليه. نعمل لو عملت سيف ا كوبي اديت اوكي اوكي يبقى كنسل، هتلاقي الباترن اللي انت ضفته جديد وعدلت عليه هو ده. تمام، دن. بخلاف الاساسي، هو ممكن يكون الشكل مفيش اي مشكلة، لكن انت عدلت عليه، ضفت حاجات جديدة عليه. فده بيخلينا ان احنا نقدر نعدل على اي حاجة احنا محتاجينها، واي باترن موجود ممكن نستغله في شغلنا بشكل كبير. ان شاء الله في خلال الدرس اللي جاي هنتعرف ازاي نخلي الفرشة تبقى عبارة عن باترن هي كمان، عشان نقدر نستغل الفرشة احسن استغلال. اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل ولو معلومة بسيطة لأي شخص بيتفرج على الدرس. كان معكم أيمن مختار، GFX Academy. السلام عليكم.